نظام المعايشة، تعرفون التوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد عام القوات المسلحة خلال لقاء كبار ضباط وزارة الدفاع في عيد الفطر المبارك، وعلى أثرها أصدر السيد وزير الدفاع توجيهاته بتنفيذ هذا الأمر أو هذا النهج، وإحنا بدينا تطبيقه حقيقة مباشرة في موقع التاجي. النهج هذا راح يستمر على مدار السنة.